قراءة القرآن الكريم، الآداب النبوية التي تعلمنا كيف تكون القراءة، موائدها، الورد، هل زي ما بيقولوا هل هناك أوقات يفضل فيها القراءة، متى تكون القراءة مطمئنة للنفس، كل دي آداب نبوية علمناها عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل. قراءة القرآن في شهر رمضان من الأمور المحببة التي يتوافق فيها الشكل الذي أقرأ فيه الورد أو الصورة الجماعية أو أيا كان الصورة التي نقرأ عليها القرآن الكريم مع شهر القرآن. رمضان هو شهر القرآن الذي نزل فيه القرآن، كما قال القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. مع هذا المعنى في أن شهر رمضان هو شهر القرآن، إذن فلا يهجر القرآن في شهره، وإنما نحرص على قراءته. والقرآن الكريم في قراءته آداب كثيرة جدا، منها أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يتهيأ نفسيا لقراءة القرآن الكريم، بأن يستحضر نفسه لأجل أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا التهيؤ لقراءة القرآن الكريم يترتب عليه تدبر الآيات. وطبعا ده عند بعض الناس بيقرأوا حتى دون أن يدرك معاني الألفاظ أو غيره، أو لكن يقرأوا تلاوة وتعبدا. لا مانع من هذا ولا مانع من هذا، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية من كتاب الله تعالى كان له بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكل من قرأ، حتى وإن كان الإنسان جاهد نفسه في تعلم تلاوة القرآن الكريم لكنه لم يحسن بعد، فإن هذا الإنسان الذي يتعتع نظرا لأنه عجز عن تعلم كيف يقرأ القرآن الكريم لكنه يحاول، هذه المحاولات له بالمحاولة أجر وله بالتلاوة أجر آخر. فيكون الإنسان على طهارة، يكون الإنسان يعني مستقبلا ومهيئا نفسه لتلاوة القرآن الكريم، أن يقرأ القرآن الكريم أثناء الليل وأطراف النهار، لكن قراءته بالليل يعني أولى. لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يشفعان للعبد. فيقول الصيام: منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، فيشفع الصيام. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. فكأن يعني الليل هو عنوان القرآن، لأنه نزل في ليلة، إن أنزلناه في ليلة القدر. فالقراءة القرآن الكريم في كل وقت بطبيعة الحال، لكن قراءته بالليل حيث السكون وحيث الهدوء وحيث في خاصة في أوقات في ما بعد منتصف الليل، في أوقات الصلوات اللي هي التهجد، له طعم ومذاق آخر في تدبره وفي قراءته وفي المشاعر التي تختلج الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم في هذه الأوقات. هذه الصورة تكاد تكون المثلى، لكن هل هناك من حرج في أن يقرأ الإنسان القرآن على غير ذلك، يقرأه فقط ودون أن يتدبر؟ لا مانع، هذا تعبد لله سبحانه وتعالى. طيب نفترض أنني لا أستطيع أن أقرأ القرآن الكريم، أيوة، لأنني لم أتعلم القراءة والكتابة، الوسائل كثيرة جدا لسماع القرآن الكريم. يعني ممكن يسمعه في الإذاعة، يمكن يسمعه في الإذاعة، يمكن يسمعه في التليفون، ممكن مع الموبايل، ابنه يتلو القرآن أمامه، شيخ من المشايخ في المسجد بيقرأ القرآن. يعني ممكن يسمع على ابنه أو بنته أو شيخه، يسمع ممن شاء وكيف شاء. فسماع القرآن الكريم أيضا يعطي نفس الرتبة بالنسبة لمن لم يستطع أن يقرأ القرآن الكريم، ولا منع من الجمع بين الاثنين، يقرأ القرآن الكريم ويسمع. وكثير منا يقرأ ورده، ولكن يحبب إليه أن يسمع القرآن الكريم من الآخرين أيضاً.